المشكل اللي واقع هنايا الشركه جابت خوات تراب تحت هاد الارض تحت الطريق وراهات جرت الامور كامله بالديور بكلشي. راه نتوما كلشي كتبان على عين المكان، راه نتوما كلشي كيبان لكم. ها انت كتشوف الشقه، شوف راه طلعت ديك على حد التراب وطلعت كلشي هود. ها انت كتشوف هنا السكان عاود، ها نتوما كتشوفوا كلشي في الخطر. راه الانسان ما عنده فين يمشي، باش تعرفوا تشوفوا شنو كاين. السبب هاد الشركه جابت هاد زد التراب، التراب اللي حيداتو من فوق الطريق ومن بلايص اخرين، جابتو خواتو هنايا ولا الزفت ضد الطريق اللي قلعت ولا كلشي، جابتو خواتو هنايا. هانتوما كتشوفوا على عين المكان، راه الزفت راه التراب راه كلشي، خواتو تحت الطريق راه جرت الارض، الارض هذه ما كتستحملش تقال. حنايا راه حنا عايشين هنايا، الوالد ديالي عاش 80 عام هنايا، ما عمرو كان هاد الشيء هذا اللي وقع هنايا، ما عمرو تحركت هذا هادشي هنايا. اليوم تتجاو الشركه خوا وهاد التراب وهادشي هذا هنايا، عادي تيرونت القضيه، هذا هو الشيء اللي كاين. نطلبوا من المسؤولين يجيو يعملوا معنا شي حل، راه حنا في الخطر. شحال الساكنين هنا في الخطر؟ واش نقول لك، الساكنات يعني ماشي محسوبين، ولكن ما حاسبهمش، ولكن كاين الساكنات موجودين. راه انت كتشوف على عين المكان شحال كاين، راه من تحت طلعت هذيك كامله ساكنه، حتى انا كلشي ساكن بولادو. السيخه عمرها ما كانت هنا الحبيب، الحكمه بالله والله ولك الحمد. اي أيوة والله غنانا بربي عنده من كل خير. وذا الشركه مع ذا الشيء والماء احصر من ذا الجبل وهبط ودفع. الماء ما عنده ما. عملوا ذيك الثقله وعملوا ذيك الشاي والحمد لله. ما كانش هنايا الحبيب لا. كيفاش كتعيشوا انتم حتى خايفين كذا؟ هنايا هنايا 22 عام غير ساكنين، انا الدركات لي فوق الجامع وداها لي السيخ ورحلت هنا في الارض ديالي طلعت. هذه 25 عام وانا هنايا ساكنه، عمر ذا الشيء ما كان، حتى اللي عدلوا ذيك الفرافر وحصروا الماء من الجبل ودفع الماء هنايا وخسرت الحكيمه من عند الله، ما جهدي جهد الله. والحبيب نطلبوا العفو لله واللي مكتب يداها من عند ربي، عدلوا السكنه ديالو ورخلوا العفو لله، اش ماشي نعملوا؟ ما عندنا ما نعملوا، اللي عطى الله هو هذا. النهار اللي كسروا الماء من ديك الفرافر وردوه من هنا الديور هبطوا جلد مع عظم، ووقفت صحاب هذا الفرافر بنفسهم دخلوا لي حتى الروا، الروا هيدا بحال بحر عنفه، المضاور ديال البقر كياكلوا التبن مسيكي، وقلنا لهم الله يهديكم هذا من الماء ضمور الجبل علاش رديتوهم يجون هنا؟ قال لك لا البلام ديالي مجا هيداك، لا ما كانش البلام، البلام عدلته انتم، حتى اللي عدلتوا الباسو يهبط وكسرتوا التسيب من هنايا وخسرتوا. هي دابا هبطت الواد من الدار دبني هذاك راه فيهم، من ليهن حفروا وشرفوا الارض، شني دات لي على الخضره، على الخضره شني دات لي الفيضان ما يهبطت عاو هيدا، الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.